العشوائية. عثمان ما عندك هادي وهاد الزوج هادي بلا مسمار ودايرين الحديد وما تشد والو هاد المسمار طاح عثمان. إذن مشاهدي قناة شوف تيفا مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء، كانت واجدوا وسط المدينة القديمة يعني العشوائية يعني في طرياب ديال المنازل أيل السقوط العشوائية ثم العشوائية، يعني هادشي علاش كنتكلمو يعني هنايا وسط المدينة القديمة جوج أخويا ما شفتكش جوج ديال العمال اللي كانوا طاحوا ودابا مرة أخرى شوفوا معنا الحجر طاح على الناس اللي كانوا دازين من هنايا، تم نقل جوج اشخاص في حاله خطيره، شابه وطفله، شابه وطفله طاح عليهم هذا الحجر هذا، شوفوا معنا ايضا المحلات اللي طاح عليهم هذا الحجر هذا تحبس الخدمه ديالهم، تحبسات الخدمه ديالهم وتشكل لهم يعني ايضا اضرار ماديه وخسائر ماديه كبيره بزاف، يعني اصحاب المحلات شوفوا مشات لهم السلعه ديالهم. اصحاب المحلات مشات لهم السلعه ديالهم وتم نقل جوج الاشخاص في حاله خطيره. الله 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 واش العشوائيه حتى لهذ الدرجه هذه؟ شوفوا معنا عشوائي هذا الشيء ديال بصح عشوائيه، تم نقل جوج ديال الحالات في حاله خطيره. عادوا جالوا زين لا يعني إصابة سيدة أيضا إصابة طفلة، تم النقل ديالهم في حالة خطيرة للمستعجلات، يعني طاح عليهم هذا الحجر هذا بسبب أحد الشركات المكلفة هنايا باش يحيدوا المنازل أي للسقوط العشوائية، باش خدامين صراحة خاص المسؤولين يجيو يعاينوا ويشوفوا بأم العيون ديالهم، خاصهم يجيو ويشوفوا القمة في العشوائية. أكثر من واحد السيمانة وحنا في هاد الحالة بحالة شنو كانوا كيريبونا الفوق تطاح هاد الشيء بحال تقول شي صاروخ طاح ماشي قريبان بهاد الشيء. صابت واحد السيدة واحد الدرية صغيرة رضي الله داوم دابا حنا رحنا راجعين عندنا حنا راه مهورين كاملين الناس هنا هاد القنت هذا كلشي مضروب وبالاخص انا جيت الوسط هنايا مضروب كثر وكثر وكثر وبزاف وانتم كتشوفوا بعينك ماشي كنشوف شوف السيدة هي هذه السيدة اللي ضربت هي هذه راه تم النقل ديالها للمستعجلات. تم النقل ديالها للمستعجلات السيدة ضربت راه تم النقل ديالها للمستعجلات هي واحد طفلة صراحة خاص المسؤولين يجيو يعاينوا واش العشوائية وكتهدد الحياة ديال الناس كتهدد المارة وهل يعقل قمة العشوائية يعني تم نقل في هذه اللحظات جوج ديال الأشخاص في حالة حرجة شابة وطفلة تم نقل ديالهم في حالة خطيرة يعني طايح عليهم الردم بسبب الشركة اللي كطيح الحجر أو الشركة يعني اللي كيريبوا المنازل الأيلة للسقوط. شوفوا معانا شوف الحجر شوف يعني ايضا اصحاب المحلات الضرب شوف شوف الحديد هذا اش قسمت هذا عود هذا عود غتكلي بهذا الصخر هذا هذا العود هذا خطر يلا قول لي هذا السقف هذا غيحمينا حنا الا طحت عندنا بحال هذا الحجر هذا قدام السقف كله تشق بنادم يتشق ماشي على السقف لا حول ولا قوة واحد الحاجة اللي هي صحيحة ويخدموا كيما بغاو الله يسهل عليهم باش وقع هادشي بالضبط عندنا ما كايناش دابا واحد ما كايناش ساعات المكان باش وقع العشوائية فهادشي وهادشي اللي عطى الله يسقفوا مزيان ويخدموا كيما بغاو الله يسهل عليهم دابا ولاو كيهدوا حياة ديال الناس ويسقفوا داكشي نعم اخويا
لا حول ولا قوه. ما منعنا حتى شي حاجه من شي عايش ويخدم الله يسهل على الجميع. الله يسهل عليك. حنا مضرورين اكثر من سيمانه وحنا مرضى. السلعه مشات. السلعه كلها مشات. عاش الملك. السلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا معانا. الحوت. الحوت. تمو الحوت. دوي دوي. والو. غيعوضوكم ولا ما غيعوضوكم؟ شكون غادي يعوضوك؟ خويا العزيز شات لك السلعة. شات السلعة خويا. كنتي حاط طابلة ديال الحوت. حاطين طابلة هاي بلاصة زوم على زوم. هاي بلاصة. دابا الحوت ديالك تحت من الدردم. راه الحوت لتحت تما. طون ديال الحوت مشى الحمد لله اللهم. شكون غادي يعوضك؟ عاش الملك. الكلمة اللي غادي نقولها عاش الملك. الله يحفظك. الحوت لتحت من الحجر، السيد كان حاط الحوت كيبيع فيه، طاح الحجر فوق، فوق من الحوت، الحمد لله طاح فوق الحوت وما طاحش فوق راسه. الله يشكر راه باقي الحوت تحت بحال الحوت. مشكلة هذا تخسم. هذا يا مسكين هو تخسم. اسمح لي.